مفيش شك إن كل حاجة اختلفت عن زمان، وهنا هقف وقفة ونتكلم تحديداً على أسلوب تربية الأطفال، لأن أصبح الطفل لو لقى أو بيكون مرآة بينعكس فيها الشخصية اللي بيشوفها لوالديه. ففي الحالة دي لو والديه بيعنفوه على سبيل المثال، بيطلع الطفل مهزوز شوية في شخصيته وخلاص، وهو شايف اللي أنا شخص فاشل أو ما إلى ذلك من الصفات اللي بيبتدي الأبناء اللي هم الأباء اللي هم يكلموا بيها أبنائهم وهم صغيرين تحديدا. علشان كده بنطرح سؤال النهاردة في صباح الخير يا مصر، إيه هو أو إيه هي الصفات اللي نفسك تربي ابنك عليها من وهو صغير؟ جمانة، ما ربنا يكرمك كده هتربي ابنك عليه. بص هقول لك على حاجه، مفيش شك ان كلنا عايزين اولادنا يبقوا احسن حاجه في الدنيا. صحيح. بس قبل ما نفكر هيطلعوا ايه ويبقوا ايه ومستقبلهم ايه، لازم نهتم بان احنا نربي طفل سوي نفسيا وطفل يعني خلينا نقول او شخص بيخاف ربنا. فلما نيجي نقول حاجه مفيش مش صفه واحده، صفات كتير جدا لازم تتربى في الطفل عشان يطلع شخص سوي. صحيح. بس عشان نقدر ان احنا نؤسس في الصفات دي، في حاجه يعني في اسس لازم نزلها، لازم امشي عليها عشان اطلع في مبادئ لازم تكون سوي. موجوده. اعتقد ان اهم مبدا واهم اساس لازم نربي اطفالنا عليه ان هم يحبوا ربنا ويخافوه، لانه في فرق بين الاثنين. صحيح. فلو انا فعلا من البدايه ربيت طفل مدرك معنى كلمه ان انا احب ربنا، وابقى فاهمه او مفهمه ابني يعني ايه حب ربنا يعني ايه خاف ربنا، اعتقد هيبقى في طفل ما بيكدبش، هيبقى قدام بقى في شخص صريح، شخص ما بينمش على حد، ما بيتكلمش على حد، بيحب الخير لغيره، بيكون متحمل المسؤوليه، عارف ازاي يبر اهله، وده هينعكس عليه قدام. فلو مبدئيا بس كده ربنا طفل من البدايه ان هو يتقي الله، اعتقد هنشوف شخص قدام عشان يتقي الله هو لازم يكون طالع شايف ابوه وامه هم بيتقوا الله. ما هو انا ما تكون عندي الصفه دي او يكون عندي المبدا ده لازم هكون انا كده. يعني مستحيل ان انا اربي ابني على حاجه مش موجوده فيا، فاهم قصدي؟ انا يجي لي فاكره انت ونيس لما قال لك اكتشفنا اننا نربي انفسنا معهم. طبعا فهي دي الفكره، لان هو في حاجات فعلا بتحصل انت لو انت مش موجوده عندك استحاله ان انت تعرفي تزرعيها في اولادك مهما كنت يعني بتدعي المثاليه تحت اي شكل. لكن انا شخصيا لو انا عاوز يعني انمي صفات معينه في ابني، اول حاجه هتكون زي ما انت قلتي فكره الصراحه، فكره اللي انا ازرع في الثقه بالنفس، تحمل المسؤوليه والاعتماد على الذات، لان دي حاجه من الحاجات المهمه علشان ما يكونش شخص تكالي. وهنا لو هنتكلم على فكره اللي انا ازرع في الثقه بنفسه تحديدا، لازم اخد بالي ما بين حاجتين، تعليم الصح بالنقد وتصحيح الخطا بالاهانه. ليه؟ لان ده هيخليه هو لو طلع انا دايما اقول له انت فاشل علشان كده عملت ده، خلاص فاصبح هو شايف انعكاس الشخصيه أو بتاعته، ابن خالتك شفت ابن خالتك اشمعنى هو جاب درجه احسن منك، صحيح اشمعنى هو عمل كذا وانت ما عملتش كذا. كانت بتتعبني اول حكايه دي على فكره. كان بتتعامل معاك؟ لا لما بشوف الناس بتعملها انا ما بتعملش معايا الكلام. لا هي فعلا صعبه جدا وبتخلي دايما الشخص باصص حتى للي في ايد اللي قدامه. صحيح. يعني فبيبقى دايما مش راضي ودايما بيقارن نفسه بغيره. صحيح. وهنا التوجيه بقى، فكره التوجيه ازاي اللي انا معلمش الصح بالاهانه وما صححش الخطا بالاهانه هو كمان. فدي فكره التوجيه، لان انا لو انا توجهت بشكل فيه تعنيف هلاقي انا نفسي طالع خلاص، ما انا شايف ان شخصيتي انت فاشله، فانت دايما هتبقي شايف مش انت يعني. شكرا لحضرتك. لما يجي حد يقول انا فاشل فخلاص انا بقيت شايف، ومين اللي بيقول لي ده؟ مثلي الاعلى في بدايه سنوات عمري اللي هو والدي ووالدتي هما اللي بيقولوا لي ده، فانا طبيعي خلاص انا بقيت اواجه المجتمع كله بنوع من انواع انا فاشل. لو هتترد خلاص شخصيتي ما بتتنسيش، يعني اللي فاكر ان الطفل بينسى ما بينساش. صحيح. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بياكل طفل معاه، فالطفل كان بياكل بنوع من انواع الهرجله، فالرسول عليه الصلاه والسلام قال له يا بني سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. التوجيه، لو حد تاني قاعد والام لقت ابنها بيعمل كده، انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت عديم المسؤوليه، انت بتاكل بهرجه. فكره التوجيه، التوجيه دي في حد ذاتها هي اللي هتخلي الشخص يطلع سوي. هي دي نقطه مهمه جدا كمان يا عبد الصمد. ليه بقى؟ لانه احيانا في اولياء امور او في اسر بتسمح للغير انه يوجه ولادهم. بمعنى انا مثلا شفت ابن واحده صاحبتي عمل حاجه غلط، طفل عادي ممكن هي تقبل او عادي مثلا ان انا ازعق للولد
او اتريق على الولد او اقول له انت ازاي بتعمل كده. لا خالص على فكره، لا محدش، مش المفروض ان احنا نقبل ان حد يوجه اولادنا عامه باي شكل من الاشكال. صحيح. ولو غلط انا كفيله بابني او انا كفيله ببنتي، انا اعرف اربيها، انا اعرف اقول لها الصح من الغلط بطريقتي، بالطريقه اللي تستوعبها. طب ولو غلط اربي برضو فيه وازرع فيه ثقافه الاعتذار. طبعا مفيش حد كبير على الغلط، لكن لو غلط وعارف ان انت غلط اعتذر. ولو يعني انا غلطت اعتذر له. في ناس والله شفت ده رؤى العين، ناس بتحب تربي اولادها فعلا انت ما تعتذرش علشان خاطر ما فيش حد يفتكر ان اعتذارك ده في نوع من انواع الضعف. زمان يا جمانة كنا بنشوف لو دخلنا المترو مثلا على سبيل المثال، بنلاقي الناس، لو انا قاعد، انا اتربيت اهلي ربوني على كده بالمناسبه، كنت بركب مترو والاقي راجل كبير في السن كان والدي يقول لي قوم قعده. طبعا. النهارده ادخلي اتحداكي لو لقيتي ده بيحصل بنسبه قليله جدا الا من رحم ربي. فدي برضو فكره احترام الكبير، لازم اربيه برضو ان هو يحترم الكبير. يعني في معايير وفي عادات وتقاليد كتيره جدا بتاعتنا احنا كمصريين. الرحمه، الرحمه ان انت تحترم الكبير وانت فاكر ترحم الكبير وكمان تعطف على الصغير، حتى الحيوانات نفسها، التعامل مع الحيوانات مع الزرع، الرحمه نفسها بتخلي عندنا شخص سوي نفسيا. يمكن النقطه دي كنا بنتكلم فيها انا وانت امبارح، فكره اللين، لين القلب، انت راجل. صحيح. ما تعيطش، انت مفروض ان انت تبقى ناشف وعادي تحمل المسؤوليه. فيكبت جواه ويطلع شخص مضطرب، ايه المشكله اما يعيط؟ وفي نقطه تانية كمان، يعني انا اعتقد لو ربنا كرم وخلفت ولد وبنت انا هربي الاثنين زي بعض، اصل الحرام واحد، الحرام والحلال. صحيح. واحد. صحيح. مفيش حاجه اسمها اصل هو راجل يعمل اللي هو عايزه بس انتي بنت ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها كده ابدا. في حاجه اسمها حرام وحلال، العيب بالمناسبه واحد، فمفيش فكره انه اخوكي قاعد قومي اعملي له. ممكن اقول لك على حاجه بمناسبه يعني بنعمل لبعض الولد والبنت دي تحديدا، يمكن احنا ثلاثة اولاد، انا عندي والدي كان دايما مفيش دخول بعد البيت، ده زمان مفيش دخول في البيت بعد الساعه 11 بالليل، 11 دي كده، ولو حد كسر القاعده دي بيبقى كارثه. فهي دي فكره ان انت المساواه، مفيش حاجه اسمها ولد وبنت، وفي حاجه اسمها الصح والغلط. لحد سن معين هتمنعي ان انت ليك مواعيد دخول ومواعيد خروج، لكن بعد كده خلاص يعني صاحبه سبع ودلله. يعني في حديث انت لسه كنت بتتكلمي فيه، فكره اللي هو الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ دلله سبع وادبه سبع وصاحبه سبع واطلق حبله على غيره. هي دي الفكره، انت الاول في اول سبع سنوات بتبتدي اللي انت توجهي، وبعد كده خلاص بقى انت بنيتي شخص انت نفسك عارفه اللي هو على قدر كافي من تحمل المسؤوليه. فبالتالي انت لو سبتيه انت واثقه ان ابنك او بنتك، مفيش حاجه اسمها ولد وبنت. لو في خيط رفيع كمان في نقطه كمان مهمه جدا، في خيط رفيع قوي بين ان ابني او بنتي يحترموني ويبقوا يخافوا مني وان هم يصاحبوني، الاثنين مهمين. يعني يمكن انا ماما يعني عرفت صاحبتك دي، يعني دي بس كنت بترعب منها وانا صغيره، يعني لما اعمل حاجه غلط لا يعني لا خايفه منها، مش عشان هتاذيني. وانت كبيره برضه يا جماعه. وانا كبيره والله، بس احنا دلوقتي بقينا اصحاب اكتر، فاهم؟ ربنا يديها الصحه وطول العمر يا رب، اللهم امين. طيب على اي حال ده سؤالنا النهارده في حلقتنا من صباح الخير يا مصر، ايه هي الصفات اللي نفسك تربي ابنك عليها من وهو صغير؟ هننتظر اجاباتكم على صفحاتنا على الفيسبوك والانستجرام كمان، ومستنيين يعني اسئلتكم والصفات اللي انتوا عاوزين تربوا اولادكم عليها علشان نستعرضها طوال الحلقة النهاردة. صباح الخير يا مصر، صباح التفاؤل على حضراتكم.